انا ما كنتش اعرف ان طبعك حامي او كده. يعني عايزني اشوف اللي اسمها تودد دي داخله عليا المخدع واسكت لها؟ ما تنسي بقى موضوع تودد ده وروقي كده علشان تعرفي تكملي الحدوته. انا اسفه يا مولاي، مفيش حواديت خلاص. هو ايه اصله ده؟ يعني ايه مفيش حواديت؟ مش انت بتهددني بالموت كل ليله عشان الحدوته، وفي الاخر بتروح تلف من ورايا وتروح لتودد؟ قول لها يا مولاي، قول لها انا بقى مين؟ قول لها، قول لها ولا قول لها انا؟ خلاص خلي تودد تحكي لك الحدوته. ما هي قدامك اهي، قالت بعظمه لسانها اني بقالي كام يوم ما بروحلهاش، ومع ذلك رواية قلبك ابيض. يلا عودي وكمل الحدوته.